منتخب الناشئين يصل في هذه اللحظات إلى مدينة يريم في ظل استقبال جماهيري عارم وحاشد كبير، ترحيبا بالأبطال أبطال غرب آسيا الذين عادوا بالكأس في ظل ظروف وطنية حرجة، في ظل وجود حرب بشعة، في ظل خسارة تتعرض له البلاد. هذا هم هؤلاء هم الأبطال يظهرون على متن النقل البري، باص النقلين، اثنين باصات في النقل البري، وها أنتم تشاهدون ودخولهم على جولة سند. نحن الآن في جولة سند والمنتخب وصل. شكر الجماهير العارمة، تحيي منتخب الناشئين وتحيي وصولهم إلى يريم، يعانقون معانقين للكأس، كأس بطولة غرب آسيا للناشئين لأول مرة في تاريخ اليمن، وفي طريقهم إلى العاصمة صنعاء ليحظوا بتكريم آخر سوف تحتضنه صنعاء مساء اليوم بإذن الله أو غدا صباحا. نفديك يا يمن، الروح الدم.